أنا المزارع مصطفى محمد المهدي زرفون من مدينة ودان، نقوم في مزرعتي هذه بتربية العديد من الأغنام وزراعة القضب والصفصفة والخضروات والمحاصيل الثانية. تواجهنا مشاكل في المحاصيل الزراعية من آفات وما عندناش مبيدات، الأغنام ما عندهاش أي دواء، البيطرة ما فيهاش أدوية باش تهتم بالأغنام، الأضاحي نشروها بأسعار غالية لأن ما فيش مزارع لتربية الأغنام كبيرة تهتم الدولة مهتمة بها. نبي ننتخب باش نحسن الإنتاج متاعي الزراعي هذا ونحسن وتقوم دولة مؤسسات تهتم بالمحاصيل متاعتنا هذين، الأمراض اللي موجودة في المحاصيل الزراعية هذه، ونهتم بالنخل متاعنا في مجتمعنا. كون إيجابي وصوت. يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.